بطلة فيلم منطقة محظورة سارة نخلة ممثلة واعدة جدا، بداية ممثلة سورية في السينما المصرية بشكل قوي، شفنا حالة مختلفة في الفيلم في الأداء التمثيلي الناس كلها بتتكلم عنها النهاردة. سارة أهلا بيكي في اسكندرية. مش للدرجة دي سارة، أنت مكسوفة من قبل مسجل معاكي، وده شيء غريب لممثلة ابتدت تعمل دور من الأدوار القوية جدا. أصلا جريء جدا بالظبط، ميك اب مفيش أي حاجة طالعة كده، في صحيح من النوم ونازلة لوكيشن. لا والله مش كده، بس أنا شايفة إنه يعني أدائي ما كانش واو، عشان كنت يعني دي اول مره بقف قدام كاميرا، والكلام ده من سنتين ونص يعني، اصلا كنت صغيره. وعملت بعديها عملت عصمت ابو شنب، ودلوقتي بعمل وعملت دخول في الممنوع، ودلوقتي بعمل مسلسل اختيار اجباري. فانا حاسه انه لحد الوقت انا ما عنديش لسه الخبره دي كلها، يعني الواحد كل ما يكبر كل ما بيكتسب خبرات اكتر. الفنان الناجح هو دايما بيقول على نفسه انه لسه ما وصلش اللي هو عايزه. انا بقول يعني لما شفت الفيلم بقول طب المشهد ده لو كنت عملته عرفت، فالمشهد كان ممكن انه يتعاد، بس مش في مزاجي، هو في مخرج هو شايف ان انا كده كويسه. الدور زي ما انت قلتي دور جريء جدا، دور مختلف جدا عن طبيعتك، انت بنوته سوريه شكلها جميل، ممكن تعملي ادوار اللي هي كل الممثلات بيعملوها. انا اصلا حبيته عشان انا كنت خلصت المسابقه، فكانوا كلهم عايزيني يعني اما البنت حلوه صاحبه ده ومراته دول اكتر اللي هتجيلك. فلا لما جالي حاجه ان انا هطلع كده بنت اصلا سايكوباتيه مش عارف ايه مجنونه شويه، مفيش ميك اب مفيش اي حاجه، يعني احنا اصلا حاطه دارك سيركل كده، يعني عامله حاجات باينه ان انا اصلا تعبانه. ما تخدش، لا حبيت ان انا اجرب، وكنت بقول دلوقتي لزميلك ان انا حبيته عشان مفيش نجم شباك، يعني الناس مش هتدخل عشان نجم، الناس هتدخل عشان كلنا، العمل عشان الاخراج عشان الاضاءة، مفيش بطل وحده، احنا كلنا ابطال، كلنا حطينا ايد بايد ودخلنا القصر وجازفنا، وان هو يدخل مهرجان اسكندرية الاحب لقلبي، فهو دي الجايزة. انا دلوقتي مش مستنية جايزة، سواء انا او محمد عبد الرحمن او محمد فكري، كل الناس قالوا لي نفس الكلام، الفيلم بتاعنا او الفيلم التاني في غير روج. انا متوقعة كمان حاجة للمخرج السوري نجاة انزور، يعني متخيل انه اما ناس كتير متوقعة الكلام اخراج او احسن رائع. هو عشان بيتكلم عن المعاناة بتاعتنا، فهو انا فاكرة لما كان الاستاذ نجاة بينزل عشان يصور، انا فاكرة كان بيحصل ايه بالشوارع، انا فاكرة كل حاجة. فيا رب ان كان روج او كان احنا او كان استاذ نجاة لاي حد ربنا يوفقهم، بتمنى لهم الخير كلهم، وطالما ان احنا دخلنا لحد هنا ومشينا على ريد كاربت دي فاحنا اكيد ناجحين.